نعم. في صلى أحد صلاة رباعية فبعد ركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد، ما حكم الصلاة؟ يعني جلس مرتين ناسيا، ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام، ولما صلى مرة صلى خمسا الظهر فلما سلم أخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين. جلوس للتشهد مرة ثانية كيف؟ ما حكم سجوده جلوس للتشهد مرة ثانية؟ لا بأس، هو ناسي ما تعمل، هذا الجلوس معفو عنه، الأول الجلوس الأول الذي سهى فيه معفو عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة.